هذه الشيلة إهداء من والد والدة المولود الآن وحصرياً استديوهات أهم ستفر يا غيث يلي نورت بحياتي أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلاً عقب انتظاري جيتني يا غناتي هيا فرحتي اجعلك إمام المصلين هيا غيث يلي نورت بحياتي اهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عم انتظار جيتني يا غناتي هيا فرحتي جعلك امام المصلي الله عطاني فرحتي يا غلاتي او فرحت ابوك اليوم تسوى غنايتي او ابوك شيخ المجد عز وسلاتي خالد عريب المجد نزل الميامي أشوف شبو والطيب والحسن والزاني يا عزوتي من تالفينك تقاتي عم وخال للشدايد معدي عمامك أهل المرجلة والوفاتي ألا تجاسم الرجال الشديدي ما قيل فيهم غير علم الباتي من خلقة الدنيا رجال عديد أو اذكر خوارك في زمان الشتاتي ألا تغانم بالمواقف عظيمي عدوهم تحان وقت المماتي من ويلهم يشرب من الغبن كازن معربا للدين ساسك يواتي الطيبين من العرب والسلاطين حباك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك جايد يا غيث يلي نورت بحياتي اهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عب انتظاري جيتني يا غناتي هيا فرحتي جعلك امام المصلي الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحت امك اليوم تسوى غناي امك شيخ المجد عز وسماتي خالد عريب المجد نزل الميامي وبانتظاه البدر باحلى صفاتي اشوف شبو والطيب والحسن والزاني يا عزوتي من تالفينك لقاتي عم وخال للشدايد معدي عمامك اهل المرجله والوفاتي الا تجاسم الرجال الشديدي ما قيل فيهم غير علم الباتي من خلقة الدنيا رجال عديد اوكل خوارك في زمان الشتاتي الاد غانم بالمواقف عظيمي عدوهم لحان وقت المماتي من وينهم يشرب من الغبن كازن معرب الجدان ساسك يواتي الطيبين من العرب والسلاطين حباك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك قايد بالميادي او من خارج المملكه ودول الخليج جوال 0